السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حبيت إني أعملكم مربى الموز، كتير سهل وبسيط. إن شاء الله الوصفة بتعجبكم وبتجربوها. خلينا نبلش بالمقادير وطريقة التحضير. المقادير: بدنا نحط كاستين سكر عادي حبيبات، عصرت ليمونه وبدي احط عليها نص الكميه على تقريبا زي القطر. احنا بدنا نعمل مع كاستين الا ربع مي، يعني كاستين السكر بدهم كاستين الا ربع مي. زي ما انتم شايفين ما بحركهم، نفس طريقه القطر بدي احطهم على النار لحد ما يغلوا. بس يغلوا تقريبا بعد 5 دقائق او 7 دقائق بنكمل طريقه المربى. جبت الموز وقشرته، بدي اقطعه دوائر. طبعا الموز زي ما انتو عارفين دغري انه ممكن يخرب في البيت، فقبل ما انه يخرب اذا زاد عندك اكم من حبة ممكن تعمليهم مربى لأكلة حلو لأشي بضل، يعني بضل مدة طويلة في التلاجة. بعد ما اخلص تقطيع ان شاء الله بدي احط عليه باقي الليمون عشان لونه ما يتغير معي. خلينا نكمل. القطر اللي حطيته على النار غلي، بدي استناه 5 دقائق بعد ما يبدا يغلي. بعد ما يبدا يغلي بدي استناه. زي ما حكيت لكم هاي الموز بعد ما عصرت عليه الليمون، زي ما انتم شايفين ما تغير لونه بالمره. الليمون كتير كويس للفواكه، لما تعصري عليهم ما بتغير اللون، كان تفاح او موز. بعد ما غلي بدي احط عليه الموز واخليه بعد فترة بدي احط الموز واحركه شوي واسيبه. بعد ما يغلي معي اكم من غلوة بحط له نتفة قرفة وعودين من القرنفل او حبة هيل الموجود عندك بتحطيه. اللي بيحب القرفة بحط، بس ما تكتري لانه القرفة كتير ببين طعمها مع الاكل. بدك تحطي هيل بدل القرنفل، يعني القرفة مع الهيل او القرنفل مع القرفة. يعني القرفة بحطيها لانه الموز كتير طيب معها. بحركها مظبوط وبستناها تعقد مظبوط مع بعض تقريبا 10 دقائق بعد ما ماسكت، قبل ما اشوفها جمدت يعني وتكاتفت. ان شاء الله بطفي عنها وبسيبها تبرد، برجيكم اياها ان شاء الله بس تبرد معي. وهيك زي ما انتم شايفين اخر اشي للمربى الموز، بدي اطفي عنه. طبعا هذا الابيض كله بقيمه ما بضل. برجيكم شايفين قطعة الموزة ما تغير لونها، مش راضية تطلع معي بالمعلقة بدها تطلع. ظلت محافظة على لونها، ريحتها كتير شهية. ان شاء الله الوصفة بتعجبكم، خليني افرجيكم اياها بس تبرد. وهيك خلصنا وصفتنا لهذا اليوم. مربى الموز كتير طلع طيب وريحته كتير حلوة. ان شاء الله الوصفة بتعجبكم وبتجربوها، ويعطيكم الف عافية.